متمسكون بقرار تحصيل رسوم الجمارك والضرائب وإيرادات الوقود. هذا أبرز ما حملته رسالة الحكومة اليمنية إلى الأمم المتحدة لأجل ما قالت إنها تخطط لإصلاح المنظومة المالية ودفع رواتب الموظفين. تأكيد حكومي يتزامن مع تواصل متاجرة ميليشيا الحوثي في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بالأزمات الإنسانية والدفع بتفاقم أزمة الوقود والتهديد بوقف المنشآت الطبية والخدمية في سياق الضغط لإلغاء قرار تمكين الحكومة من الاستمرار في تحصيل الرسوم على واردات النفط. إصرار حكومي على حق التوريد وتحصيل الموارد الحصري من أجل إصلاح الملف الأمني والاقتصادي ورفض كل المبادرات الأممية الرامية إلى إشراك الحوثيين في عملية تحصيل الواردات عبر ميناء الحديدة مع تحمل جزء من مسؤولية دفع الرواتب. في رسالتها التي بعثها مندوبها الدائم في الأمم المتحدة إلى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، دافعت الحكومة عن قرارها باعتباره من الأمور السيادية، وجدلت اتهامها لميليشيا الحوثي بالتسبب في أزمة الوقود وزيادة معاناة السكان في مناطق سيطرتها. ترى الحكومة أن تطبيق القرار السيادي الإيرادي سيعزز من قدرتها على الإيفاء بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن وتحسين الأوضاع الإنسانية المرتبطة بشكل مباشر بصرف مرتبات المدنيين. تبدي الحكومة استعدادها توفير الوقود في مناطق سيطرة الميليشيا وبأسعار أقل من أسعار الميليشيا شرط الشراكة الدولية في الإشراف والرقابة. مليونا دولار يومياً يجنيها الحوثيون أرباح بيع الوقود بحسب اقتصاديين، فضلاً عن أرباح عائدات احتكار بيع غاز الطهي، أرباح مهولة على حساب المواطن المثقل بهموم البحث عن الوقود الغائب وأسعاره المرتفعة وهموم انعدام الرواتب وفرص الأعمال الحرة.